أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أن قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. ولقد بوأنا بني صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاء إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون.
يختلفون. صدق الله العظيم.